مرحبا بكنا يا أحلى زهرات. اليوم هو عيد المرأة، لذلك سوف أغتنم الفرصة وأتمنى لكل النساء العربيات عيدا سعيدا، وخاصة النساء الجزائريات. ولذلك قررت أن أقدم لكم فيديو صغير عن خصائص المرأة بعنوان ثلاث أشياء تفعلها المرأة ولا يستطيع الرجل القيام بها. لقد خلق الله الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات الأخرى بالعقل، ولقد خلق أيضا الرجل والمرأة وجعل لكل منهما خصائصه ومميزاته المختلفة. ولعل أكبر ما يميز الرجل عن المرأة هو التكوين البيولوجي، وفي هذا الفيديو سوف نعرض بعض الأشياء التي يمكن للمرأة أن تقوم بها بكل سهولة في حين يصعب على الرجل القيام بها، وإن كان المقام الأول لهذا الاختلاف هو التكوين البيولوجي، فإن البيئة والثقافة وغيرها من الأمور قد تلعب دورا كبيرا في ذلك أيضا. أولا، القيام بعدة أعمال في نفس الوقت. تستطيع المرأة أن تقوم بعدة أعمال في نفس الوقت ولا يستطيع الرجل ذلك. في دراسة علمية أجراها أستاذ علم النفس كيث لاوس على 50 رجل و50 امرأة، وجد أن النساء يستطيعون القيام بعدة أعمال في نفس الوقت وبكفاءة عالية أكثر من الرجال. ثانياً، فهم المشاعر والأحاسيس. دائماً ما تشكو المرأة من عدم قدرة الرجل على فهم مشاعرها وعواطفها، والمثير أن في الأمر هذا الإدعاء سليم فعلاً، حيث أثبتت بعض الدراسات العلمية التي أجريت على مجموعة من الرجال والنساء أن المرأة لديها قدرة عالية على فهم المشاعر والعواطف وإدراك الأحاسيس، وقدرة على فهم تعبيرات الوجه أيضا بشكل يفوق قدرة الرجل على ذلك بكثير. ثالثا، الاستجابة السريعة لبكاء الأطفال. من المؤكد أنك لاحظت سرعة استجابة المرأة للطفل الرضيع الذي يبكي أكثر من استجابة الرجل لذلك، حيث أن معظم الرجال لا يعطون أي اهتمام لبكاء الأطفال. وفي دراسة علمية أجريت بالمعهد القومي لصحة الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية على التكوين العقلي للرجال والنساء في مقدار استجابة لكل منهما لبكاء الطفل، وجد أن المرأة تكون أكثر تأثراً ببكاء الطفل من الرجل، وبناء على ذلك تكون استجابتها للطفل الذي يبكي أسرع. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أنتم أيضا أخبرونا، هل ترون أن المرأة تستطيع القيام بأمور لا يستطيع القيام بها الرجل؟ أخبرونا وشاركونا في تعليقاتكم، وأرجو لكل النساء عيدا سعيدا. ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر اللايك إذا أعجبكم الفيديو، واضغطوا على زر الجرس لأن هناك فيديوهات قادمة جميلة.